عمار، بس تكون انت اليوم ماشي بالطريق، كم مرة بيوقفوك بيقولوا لك شو يا غرام؟ شو يا غرام؟ ما بشكل مش طبيعي يعني. وبيبعتولي على وسائل التواصل الاجتماعي كمان. ياما مثلا بكون واقف على الإشارة بلاقي حدا بيقول لي مثلا نزل الشباك. بنزل الشباك أنا بيقول لي شو يا غرام؟ بقول له على راسي يا حبي. ما كمان بدك تعملي له الردي. الحمد لله نجاح ثواني بيكبر القلب، لأنه تعبنا فيه. سمير حبشي أبدع فيه، كلوديا مارشليان أبدعت فيه، إيجل فيلم ما قصرت أبدا بأي شيء إنتاجيا. كل كرو الكاستينج ما في أي نقص ولا أي ثغرة، والحمد لله العالم عم تقبله بشكل نجاحه يعني منقطع النظير. أنا بالنسبة لي لعبة كاركتير كتير جديد على كل شيء لعبته. بنسألك بخصوص الكاركتير، أنت يعني ما كان عندك تخوف؟ أول شيء هي أول مرة بتخطي هيك خطوة، تاني شيء العالم بتحبك بالدور الشخص المغروم، اليوم شفناك المجرم، ما كان عندك شوية تخوف؟ ما هو لو ما أنه مغروم بس إذا بدك سوري على التعبير بحمرني ما وصل للإجرام. كان في تحدي كتير كبير بالدور، يعني شلت شعري على الآخر، نصحت حالي. يعني أنا عادة بين 83 و 86 87 كيلو، وصلت لل 100 كيلو، يعني كرشي صار هيك. تجربة حلوة وكان فيها تحدي بالنسبة إلي أنا، أني كسر كل إذا بدك اللي بخاف منه أي ممثل تلفزيوني. يعني هذا دور ممكن واحد يكسر حاله فيه على المسرح، ممكن يكسر فيه حاله بالسينما، بس أنه بالتلفزيون أول مرة بعتقد حدا بيكسر حاله هالقد يطلع بمسلسل تلفزيوني. شو يا غرام كل الوقت عم بسمعها عم بتقلي برافو عليك كمل هيك. بس انت اول المسلسل كنت تنقهر، بس يقول المسلسل شوي بارز ما في شيء، بس انت كنت تقول روقه الايام الجاية الحلقات الجاية في سسبنس اكتر رح يقوى. لا ما مش بارد، لا ما ولا مرة كان بارد، بس المسلسل 60 حلقة، وعادة التمهيد بأي شيء طويل بياخد وقته، التعريف بالممثلين، التعريف بالأحداث، التعريف بأنه يعني هذا البناء تبع أنه الحدث هذا رح يوصل للحدث هذا رح يوصل للحدث هذا. كل مسلسل طويل من 60 حلقة وطالع حلقاته الأول بيكونوا هيك ناعمين سلسين، ممكن العالم تفسرهم بردين، ممكن العالم تفسرهم أشياء تانية، بس ولا شيء يعني بمسلسل ثواني من اول مشهد لاخر مشهد كان مجاني او عم يكتب لمجرد انه يكتب. اليوم تقعد حالك انه هذا العمل رح ياخذ جايزه، لانه عم نشوف انه نسبه المشاهده كتير عاليه، انه المفروض لانه كل متكامل بهذا العمل. طبعا ما في شيء بيوصل للمية بالمية، بس يعني قبل المية بالمية بشوي ايه. واذا ما اخذ جايزة اكيد بيكون في مشكلة باللي بيعطوا جوائز. كيفني معيك ايه يا غرام؟ عمار قلت لنا انه انت زدت وزنك، خبرنا كيف زدته لوزنك؟ يعني انت عم بتقلنا انه ما كان في ليميت معين ما كنت عم تطلع على فوقه، كيف زدت الوزن؟ لك انا حدا بحب الاكل، يعني طول عمري بقول انا لو ما هالمهنة باكل 24 ساعة. هلا منش انه 24 ساعة قاعد على الطاولة، بس انه باكل، برجع بقوم، برجع بتمشي نقرشه، برجع باكل بزورات، برجع بعد شوي باكل حلو، برجع بعد شوي هيك. فقضيتها هيك يعني، اجتني الفرصة هذا ال ايه. وشو بديك باستا ع برجرز ع مقالي ع كل هالقصة، صار يقولوا لي انتبه انه انت كبرت رح تدق بالخمسين، انتبه الكوليسترول، انتبه. قلت لهم شو كنت نهر وقت يقولوا لك انت كبرت؟ ولا بالعكس مبسوط قد الدنيا، لأنه الحمد لله كل سنة عشتها. ففي هالسنين اللي بعد جاي بدي عيشها ولازم عيشها. شفنا الممثلين السوريين دقوا نقوص الخطر، قالوا المستوى الأجور عندهم متدني بالنسبة لأجور الممثلين اللبنانيين بلبنان أو بالخليج، خبرنا شو وضع الأجور عندكم هون بلبنان؟ أول ما صراحة أنا أول مرة بسمع هالخبرية. لكن موضوع الأجور هو عرض وطلب متدني عالي، ولا مرة فكرت لبنان الأجور منيحة للممثل؟ برجع بقلك هي عرض وطلب، وطالما الحلقة اللبنانية ما عم تتخطى 10452 أو إذا بدك
التلفزيونات اللي موجودة أكيد رح يكون إلى سقف، ولكن لما الدراما اللبنانية تطلع لبرا أكيد بيختلف الوضع.